ومنهم رجل جاء إلى بعض العلماء يستفتي، قال أنا مذهبي حنبلي على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، أرجو أن يكون جوابي على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. قال له ما هي مسألتك هذا؟ قال كبرت في صلاتي وفي أثناء القراءة حسيت أنه خرج من دبري شيء، حسيته وشميت رائحة كريهة، ثم بعد ذلك أردت أن ألمس وأتيكن، وبعد ذلك لمس وإذا شيء رطب لين لزج، فهل صلاتي صحيحة أو لا؟ قال لقد خريت على جميع المذاهب. قم توضأ.